السلام عليكم يا باشمهندسين، هقول لكم كده اللي فاهمه في النود اناليسز. ناس كانت سألت عليه كتير، فحاول اقول لكم اللي انا فاهمه. يعني هي بس اولا كده الفكرة بتاعت الطريقة دي اتبنت على ايه؟ ان لو انا عندي مثلا سلك كده فيها مقاومة ماشي، فيها تيار اي مثلا، دي مقاومة مثلا بار، فأي سلك في الدنيا بين اي تو بين اي elements ليه بداية ونهاية. البداية والنهاية دي كل نقطة في الدنيا ليها فرق جهد، يعني مثلا لو دي في واحد وفي اتنين، فانا القانون اوم اللي بطبقه عادي، ما دام ده ماشي، يعني ده البوزيتيف وده النيجاتيف ماشي في الناحية من البوزيتيف للنيجاتيف، فهطبق قانون اوم هتبقى في واحد ناقص في اتنين على الار بتيكوال الار. هو التكنيك ده بقى بستخدم الحتة دي على طول بدون أي حاجة تانية. الطريقة دي عكس المش تقريبا، لأن الطريقة التانية كنت بستخدم قوانين ال KVL، هنا لأ أنا هستخدم قوانين ال KCL اللي هي بتعتمد على التيار اعتماد كلي. يعني فليها ستيبس ثابتة، دكتور نبيل يعني كان شرحها بالستيبس ثابتة، فأنا هحاول أقول الستيبس دي يعني على قد ما أقدر. مثلا المسألة دي تقريبا اتحلت في المحاربة يعني، بس ممكن تكون فكرة تانية بس قريبة موجودة في الملزمة بتاعت الدكتور نبيل. يعني أول حاجة في المسألة خالص بحدد النودز اللي في المسألة، فبمسك كل element أشوف البداية والنهاية بتاع كل element. يعني مثلا لو بصينا على الإليمنت ده، دي بدايته ودي نهايته، أفضل ماشي كده، دي هي دي، يبقى دي نفس النودز. لو فضلت ماشي كده يبقى دي هي دي. لو فضلت ماشي كده لا لقيت element يبقى دي، يبقى دي كلها نود واحدة. تمام، امسك الطرف التاني، لو همشي كده عليه دي هي دي يبقى دي نود واحدة. الطريقة اللي هو كان دكتور نبيل قالها يعني في اللي هو حدد النود ازاي. بشوف المهم يعني بعد ما حدد النود هلاقي ان دي نود برضو، لان ماسكة كذا element ببعض. هشوف هبص تحت هلاقي ان دي كلها نود واحدة، لان بين كل السلوك دي كلها مفيش element، فيعتبر دي نود واحدة. تمام، دي يعتبر لو مسكنا مثلا النقطة دي تعتبر نود ولا مش نود؟ هي نود، بس لو انا افترضتها مثلا نود واحد وطبقت على في وسميتها في واحد مثلا، طبقت عليها كي سي ال، اقول التيار اللي داخل هو التيار اللي خارج، فانا مستفدتش حاجة من المعادلة دي. فعشان كده لو هي نود بس رابطة element بإليمنت بس، فمش هتستفيد، مش هستفيد بقى في حاجة، عشان كده مش هستخدم النود دي. فنبتدي بقى اسمي النودز اللي عندي. يعني مثلا سميناها دي في واحد، دي في اتنين، دي في تلاتة. المفروض اسمي دي، انا دي مش هسميها عشان بعد الخطوة اللي بعد كده المفروض باخد reference. الريفرنس ده بختاره على اساس ايه؟ يستحسن يعني اللي هو يكون اكتر اكتر نود ماسكه elements، يعني على اساس اللي هي يعني هتجيب لي مجهول كتير او هتريحني في الحل. فانا هفرض دي، ما دام انا هفرض وانا بفرض القيمه وانا بفرض في اي مكان، فانا افرضها احسن بزيرو، يعني ده احسن رقم هيريحني في الحل. وابتدي اشتغل على المبدأ او الكونسبت ده على طول المسألة. فلو مسكنا مثلا، بس قبل ما ابتدي يعني في المسألة هقول شوية حاجات، هو في ايه اللي بيصعب عليا المسألة وايه اللي بيسهل المسألة، يعني ايه الحاجات اللي ممكن ابتدي بيها. اولا كل ما يكون عندي current voltage source في المسألة كتير، لو هو رب واصل الطرف منه واصل بالريفرنس اللي عندي، يبقى دي حاجة كويسة لأنها هتعرفني مجاهيل. بمعنى تعال نشوف مثلا الفولتج سورس اللي هنا مثلا ده، سواء دي بندر أو اندي بندر، لو مثلا ده هو رابط النقطتين بتاعته في واحد وفي اتنين، هل أنا عارف في واحد ولا في اتنين؟ لأ، يبقى أنا مش هتفيدني بحاجة خالص. فبعد كده هقول دي اللي مش هستفيد فيها. لكن لو مسكنا مثلا الفولتج سورس ده، الطرف بتاعه هو اللي هو الريفرنس، والطرف بتاعه اللي هو في واحد،
انا عارف فرق عارف طرف منه النقطة بتاعته الجهد بكام، وانا عندي اصلا الفرق بين النقطتين، مش هقدر اجيب الجهد ده بتاع النقطة دي. طب اعملها ازاي؟ هو انا عندي هنا البولاريتي بوزيتيف نيجاتيف، يعني ممكن اقول دي البوزيتيف دي النيجاتيف، معنى كده ان النقطة دي جهدها اكتر من النقطة دي ب 10 فولت زي ما هو قال، بما ان دي زيرو يبقى دي 10 على طول. كده جابت لي مجهول عندي، تمام. دي ميزة بقى ان يكون عندي فولتج سورس نقطة منه، نقطة من طرفيه واصلة بالريفرنس عندي، دي هتخليني اجيب مجهول وهتساعدني في الحل. لكن لو مثلا فولتج سورس سواء ديبندنت او اندبندنت في النص واصل بالنقطتين انا مش عارف هما مجهولين اساسا، فمش هيفيدني، فهسيبها دلوقتي. ليها طريقة هنشوفها في الفيديو. هبتدي اطبق بقى المبدأ اللي عندي ده، تمام. فنبتدي مثلا ب V3. ليه V3؟ عشان ابعد عن ده مؤقتا. فمثلا لو سميت النقطة دي ايه، اول حاجة ده انا بطبق كيس ال عند ايه، يعني انا لازم اشوف التيار اللي هو القانون مش مجموع التيارات اللي داخله بس هو التيارات اللي خارجه. فانا في الاول هعمل فرض كده ان كل التيارات خارجه عشان تسهل عليا في الحل، بان كل التيارات خارجه يعني يعني دي البوزيتيف واي طرف ثاني النيجاتيف، تمام. فمثلا لو مسكنا، فانا اشوف الفي 3 ده واصله بكام اليمنتس عشان انا هعرف هكتب في المعادله كام عنصر، كام حاجة يعني، فعلشان ما تلخبطش وانا بحل. فانا الفي 3 دي ماسكة المقاومة دي وماسكة الاتنين. انا طبعا انا خلاص انا جبت نقطة من دي، فانا فصلت بين دي ودي، فدي مش هتخش معايا في الحل تاني. دي فادتني بس اللي انا جبت الجهد بتاع النقطة دي، لكن دي مش هتخش معايا في الحل تاني. فانا المقاومة دي ودي والكارنت سورس ده والمقاومة دي، تمام. فانا هكتب اربع عناصر هنا، فنطبق معادلتهم. لو مثلا مسكنا المقاومة دي هقول هي بين الفرق الجهد ده والجهد ده، انا فرض ان كل التيارات خارجة، يعني هقول في 3 ناقص كل مرة في 3 ناقص، يعني لو مثلا هتبقى في 3 ناقص فرق الجهد بتاع النقطة دي 10 على المقاومة اللي بين النقطتين دولت اللي هي ب2، زائد مثلا المقاومة دي في 3 ناقص الريفرنس اللي دي كلها نود واحدة اللي هي بزيرو على المقاومة اللي هي ب4. ناخد المقاومة دي اللي هي تبقى في 3 ناقص النود بتاع البوينت التانية اللي هي في 1، يبقى ناقص في 1 على المقاومة اللي هي 1. طب بالنسبة للكرنت سورس ده انا مش مقاومة، فهقول ايه ناقص ايه على ايه، واصلا مش ده كله تيار، وانا هدف اكتب تيار لان ده كي سي ال في الاخر. فانا دي حاجة يعني دي مباشر انا هكتب، وده خارج في اتجاه انا فرض انا كله خارج، فانا خلاص مش محتاج اكتب بقى حاجة ناقص حاجة على المقاومة. فانا هكتب زائد 2 في نوت، هو تيار خارج في الاتجاه اللي انا فرضه، فانا هكتبها كده وتيكوال زيرو، تمام. طبعا بيظهر لك كسور تحت، فانا مستحسن يعني اضرب في عشان اشيل الكسور دي. فلو ضربت في 4 هيبقى 2 في 3 ناقص 20 زائد في 3 زائد 4 في 3 ناقص 4 في 1 زائد 8 في نوت ايكوال 0، تمام. هي معادلة أربع مجاهيل في معادلة واحدة، بس لسه هنجيب معادلات تانية، تمام. تاني حاجة، لو مسكنا مثلا النود دي اللي هي مثلا نسميها دي بي ودي نسميها سي، تمام. لو أنا هنا افترضت إن أنا عامل معادلة مثلا، يعني أمسك أشوف هي ماسكة كام إليمنت، 3، فاخد المقاومة مثلا في 2 ناقص الزيرو على 1 زائد ده تيار جاهز، بس انا هفضل كله. همسك الاليمنت تاني
هكتب زائد، هو ده ايه؟ ده فولتج سورس. طب هكتب ايه؟ هكتب ايه في ايه؟ ايه ناقص ايه على ايه؟ مفيش مقاومة. فانا حاجة زي كده انا قلت في الاول اللي هي انا عايز ابعد عنها، لان انا مش عارف النقطتين الفرق الجذري بتاع النقطتين، فهضطر امسح الكلام ده كله. السوبر نود دي حاجة زي في طريقة المش اناليسيس اللي هي السوبر مش. كان في السوبر في طريقة المش اناليسيس، لو انا مثلا كان اللي بيضايقني current source بين تو لوبس انا مش عارف التيار فيهم، فكنت بضطر ان انا اخد لوب كبيرة بحيث ان انا اتجاهله. فنفس الكلام هنا، انا هضم تو نودز على بعض بحيث ان انا اتجاهل دي. طب وانا ينفع اتجاهل current source عادي يعني كده في الدايرة؟ هو مش حاجات تتجاهل، هي طريقة نرجع لحاجة. ان مثلا لو كنت طبقت الكي سي ال عند الحتة دي عند البي هيطلع لي معادلة، وطبقت الكي سي ال عند السي هيطلع لي معادلة، ناتج جمع المعادلتين هيطلع هو السوبر نود اللي انا لسه هنعملها. فدي طريقة انا بعملها، بدل ما اعمل معادلتين واجمعهم فدي بتبقى طريقة واحدة. طب بعملها ازاي؟ اكني بضم الاتنين دولت على بعض في نود واحدة عشان ما تلخبطش، بعملها كده وظللها. تمام، هبتدي اشوف بقى هي رابطه معايا كام اليمنت، على اساس هكتب كام عنصر عندي في المعادله تحت. يعني مثلا الفي 2 هنا انا كنسلت دي خلاص، كنسلت الكرنت الفولتج سورس ده، فانا معايا الكرنت ده والمقاومه، وعندي المقاومه دي والكرنت ده والمقاومه دي. يعني انا هكتب 5 اليمنت، متوقع المادة هتطلع معايا 5 اليمنت. ابتدي اطبق بقى، نمسك مثلا عند السي اقول كي سي واكتب سوبر نود. واقول مثلا ان الفي، هفرض اللي كله خارج، ان الفي واحد امسك المقاومات بمسكها الاول يعني تبقى اسهل، ناقص الزيرو على المقاومة 4. المقاومة دي هتبقى في واحد ناقص في ثلاثة اللي هو البوينت التاني على الواحد. التيار ده قلنا التيار مش عارف اكتب ايه على ايه، على ايه ناقص ايه على المقاومة. فانا بالتالي انا عندي تيار اصلا، وده اللي انا كنت عايزه من الاول، ان انا في الاخر انا بطبق كي سي ال. فانا فرض اللي كله خارج وده داخل، يبقى هكتب ان انا نيجاتيف واحد. كده انا كتبت المقاومة دي والمقاومة دي والتيار ده، كده خلصت السي تقريبا، ناقص اللي هما ده وده. وطبعا انا اصلا مطبق السوبر نوز عشان اشرب على ده، فهكنسلهم الحل. هبتدي اشوف هنا المقاومة دي اللي هتبقى، هفرض انا هفرض كله خارج، في 2 ناقص اللي هو السورس اللي هو بزيرو الريفرنس على واحد. هبتدي امسك التيار ده، قلنا الكرنت سورس هكتبه زي ما هو، انا فرض انه كله خارج، فانا هكتب ناقص 2 في نوت. تمام، هو في بس سؤال وجودي عند الناس كده بيلعب في دماغ الناس على رأي دكتور نبيل، يعني الشيطان راكبك منين؟ اللي هو انت بتقول مثلا لو انا كنت لما جيت اطبق هنا نرجع من الاول، انا قلت ان الفرد اللي كله خارج، فانا قلت مثلا على المقاومه دي اللي هي في 3، فين في 3 ناقص في 1 على الواحد الواحد اوم. جيت هنا عند عند السوبر نود، قلت اللي في 1 ناقص في 3 على الواحد، انت مره فرضتها خارج ومره داخل. طب واحده واحده، انا في المره الاولى انا قلت اللي كله خارج، يعني ده البوزيتيف وده النيجاتيف، فالتيار المفروض يبقى ماشي كده، التيار بيمشي من الجهد الاعلى للجهد الاقل. فانا قلت اللي في 3 ناقص في 1 على الواحد، دي المعادله الاولى. فانا لما جيت المره التانيه قلت لا، هو التيار هيبقى ماشي كده، هو مش طي... هو في الحقيقه انا مش بعمل التيار الاساسي، هو كأن انا فرض ان في يعني سلكه كده وفي تيارين ماشيين، تيار ماشي كده وتيار ماشي كده. تمام، هو ده اللي انا عملته هنا، يعني ده مش التيار الحقيقي، ده حاصل مجموعهم. بس لو انت عايز تفرض مثلا ان هنا قلت لا انا همشي زي انا قلت اللي هو ماشي كده، خلاص انا هكمل كده خلاص، يبقى انت هتقول
ان في المعادلة التانية في تلاتة ناقص في واحد على واحد بس بالنيجاتيف. لو انت هتقول، لو انت عايز تكتب دي كده، في تلاتة ناقص في واحد على واحد، بس هتحط هنا اشارة نيجاتيف. ليه؟ لان انت فرض اللي كله خارج، وانت بتقول انت هتشتغل على الفرد القديم اللي هو داخل، فلازم تحط الاشارة النيجاتيف دي. فهي الفكرة اللي انت فارض اصلا، فما تشت... ف... في الاخر انت بتشتغل على افتراضات، مالكش دعوة بقى ايه اللي هيطلع في الاخر، ده مش التيار الحقيقي موجود. فانت من الاول ما تلخبطش نفسك بالكلام ده كله، وافرض انه كله خارج، سيبك من الحتة دي. بس انا كنت حبيت اوضحها للناس، اللي انت اما تيجي لو انت عايز تشتغل على الفرد القديم، فانت هتحط اشارة نيجاتيف غصب عنك، لان انت فارض اصلا في النقطة الجديدة دي اللي كله خارج، وانت عايز تشتغل على الفرد الجديد، فغصب عنك هتقول ماشي، اللي هو التيار ماشي من في تلاتة لفي واحد، يبقى في تلاتة ناقص في واحد، بس عشان انت فرد انه خارج فتحط اشارة نيجاتيف. بس لا، انت اشتغل اللي انت فرد اللي كله خارج، طب عادي جدا. طيب كده انا خلصت المعادلة، وقول انها بتيكوال زيرو. أضرب أربعة عشان أطير المعاملات، تبقى في واحد زائد أربعة في واحد ناقص أربعة في تلاتة ناقص أربعة زائد أربعة في اتنين ناقص تمانية في نوت إيكوال زيرو. طيب أنا عندي هنا في واحد، لو جمعتها مثلا، خمسة في واحد ناقص أربعة في تلاتة زائد أربعة في اتنين ناقص تمانية في نوت إيكوال أربعة. وديت بس الأربعة وجمعت، يعني أنا عندي هنا واحد اتنين تلاتة أربعة، أربع مجاهيل. وفي نفس الوقت المعادلة دي أنا برضو عندي أربع مجاهيل، وعندي معادلتين. أجيب المعادلتين تانيين منين؟ طيب هي السوبر نود زي السوبر مش بالظبط، زي ما أنا بحاول كنت في السوبر مش بكنسل الكار، باخد لوب كبيرة بحيث ان انا ما ادخلش الكارن سورس في الحسابات، فكنت بطلع بمعادلة تانية. اللي هي كنت مثلا لما كان بيبقى عندي كارن سورس كده، لو ده بخمسة مثلا، تمام، وكنت بقول في اللوب المش اللي جنبها، في ماشي هنا اي واحد وهنا اي اتنين مثلا، يعني كنت بقول ان خمسة بتساوي اي واحد ناقص اي اتنين. كنت غصب عنك بالجوار بجانب يعني معادلة السوبر مش، كنت بتجيب معادلة تانية بحيث ان انت تزود عدد المعادلات فتعرف تحل المسألة. في السوبر نود نفس الكلام، انا لما جيت هنا خدت دمجت التو نودز مع بعض، فانا كنسلت معادلة اعتبر. بس في معادلة هلاقي نفسي غصب عني بعملها، ايه هي؟ ان البولاريتي بتاعت الفولتج سورس سواء ديبندنت او اندبندنت هلاقيها، دي بوزيتيف يعني دي البوزيتيف، ودي النيجاتيف يعني دي النيجاتيف. طب ما انا ممكن اقول ان اربعة اي نود دي بتساوي في اتنين ناقص في واحد، البوزيتيف ناقص النيجاتيف، فهطلع بمعادلة تانية اللي هي في اتنين ناقص في واحد بتساوي اربعة اي نود، واسمي دي مثلا تلاتة، تمام. طيب بس انا جالي اي نوت، انا كنت اصلا عندي مجال يعني انا زودت، هي دي مش دي، انا هضطر اعوض بيها. يعني انا هفرض من هنا الاي نوت بتساوي في اتنين ناقص في واحد على اربعة، واعوض بيها، تمام. بس انا لسه في معادلات تانية، انا قلت احنا الاول بس بنطبق الكيس الات، وبعد كده نشوف الكلام تاني. بس دي بعملها لما اجي اعمل سوبر نوت، دي اساسي مع الكيس الات، تمام. انا كده اعتبر خلاص خلصت الكسيلات والفينود، الكسيلات والسوبر نود، اسف. تعال نشوف بقى حاجة تانية، لما بيديني اصلا ديبندنت سورس غصب عني برضو في المسألة بجيب حاجات، بيديني حاجات فولت مثلا على مقاومة، بحيث ان انا اجيب منه معادلة. زي مثلا المقاومة دي، هو قايل ان الفي نوت على المقاومة واحد بوزيتيف نيجاتيف كده بالشكل ده. نفس الكلام انا كنت ممكن اعمله هنا، اللي مثلا دول بوزيتيف ودي نيجاتيف، يبقى هكتب معادلة بالشكل ده، ان في واحد ناقص في تلاتة على الواحد v
في واحد ناقص في ثلاثة بتيكوال الفي نوت. البوستيف ناقص النيجاتيف، معلش، في واحد ناقص في ثلاثة بتيكوال في نوت، تبقى دي معادلة. أسميها مثلا أربعة، برضو هيكون أكيد مديني في المسألة حاجة أجيب منها معادلة للآي نوت تاني. وأنا في عموما يعني كان فيش في السوبر نود مبيبقاش محدد اتجاه كارنت، أنا كله بفرده، لكن هو هنا مديني الآي نوت واتجاهه كده، فده أنا هستغله إن أنا أعمل بيه معادلة فيها الآي نوت، بمعنى إن التيار ماشي من هنا لهنا لهنا من في ثلاثة لحد زيرو، معنى كده إن هو ده ماشي من البوزيتيف للنيجاتيف. طب ما أنا ممكن أطلع بمعادلة بتقول إن في ثلاثة ناقص زيرو على مقاومة أربعة بتيكوال الآي نوت، وأسمي دي خمسة مثلا. تمام، أنا كده عندي خمس معادلات بخمس مجاهيل. تمام، بس هو أنا أولا يعني أنا مبعرفش أحل المعادلات قوي، بس مش عارف سيستم بمشي عليه، بس أنا بجيب المعادلات كلها وفي الآخر خالص بحاول أحل، أجيب الفرق جهد بتاع كل النودز اللي أنا فارضها أساسا. يعني أنا هدفي دلوقتي إن أنا أشيل كل في نود وأي نود من المعادلات دي وأحلهم مع بعض، بمعنى إن أنا هشيل أي نود من هنا وأكتب في تلاتة على أربعة من المعادلة دي، هشيل أي نود وأكتب في تلاتة على أربعة، وأي في نود هلاقيها بعد كده هشيلها وأحط معاها في واحد ناقص في تلاتة، يبقى عندي المعادلات بالشكل ده هقدر أحلهم. يبقى عندي ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل اللي هي واحد واتنين، ودي هتبقى ثلاثة في في اتنين وفي واحد وفي ثلاثة، فأقدر أحلهم. هي الفكرة أصلا على رأي دكتور نبيل اللي أنا في الأول بنفض للمطالب، يعني هو كان طالب في الأول عايز الفي نوت، الفي نوت والأي نوت، أنا ماليش دعوة، أنا طريقة النود أناليسيس اللي هي السيب ثابتة اللي أنا بفرض على كل نود فولت، وفي الاخر بقى بعد ما اجيبهم بجيب الفي نوت واي نوت. فده المبدأ اللي انا ماشي بيه، يعني انا بيطلع لي معادلات ان شاء الله يطلع لي 10 معادلات، المهم اللي انا اخليهم كلهم بدلالة الفي واحد وفي اتنين وفي تلاتة. بعد ما اجيبهم لازم هيطلع معايا، يعني مثلا لو في واحد في اتنين في تلاتة في اربعة لازم هيطلعوا معايا اربعة. بعد ما احلهم اروح اجيب الفي نوت والاي نوت. تمام، ربي يكون استفدته وشكرا.